السلام عليكم. هذه إقامة سكنية جديدة، يعني من الهاي ستاندينج لهود قام، وتقع في مدينة وهران. ونشوف على حسب التصميم هذا أنها جميلة جدا، وتقع بالحي ما يسمى فيرمونفيل، بالقرب من المركب الأولمبي الجديد تاع وهران. ودوك نشوف يعني يعني مستوى تقدم الأشغال تاع الإقامة هذه الجميلة، يعني حسب التصميم هذا يعني رائعة، يعني فيها سيرتان يعني أوثنتيسيتي وهوية كما نقولوا حنايا. وهنا نشوف الأشغال تاع الإقامة هذه، راهي يعني لا بارتي جيني سيفيل راهي في حوالي يعني 80-90% نسبة الإنجاز. شوف هنايا، إذا إن شاء الله هذا النوع من الإقامات يعني تكون يعني تعم الولايات الأخرى. ونترككم مع نهاية الفيديو، السلام عليكم.